تعتبر الفنانة المصرية شادية واحدة من أهم وأفضل الفنانات في تاريخ السينما المصرية. ولدت فاطمة أحمد كمال شاكر الملقبة بشادية يوم 8 فبراير من عام 1931 في الحلمية الجديدة في حي عابدين. تعرضت في عمر 6 سنوات إلى حادثة اختطاف روتها بنفسها أثناء حوار أجرته مع إحدى المجلات، أشارت فيه إلى قيام امرأة بخطفها من أمام بيتها بعدما أطعمتها قطعة شوكولا تحتوي على مخدر، وقالت أنها وجدت نفسها عندما استيقظت بجوار حمار وخروف وجاموسة وامرأة قبيحة لا تشبه المرأة التي خطفتها، قبل أن تسمع بكاء طفلة أخرى في غرفة مجاورة لتدرك أنها مخطوفة. بعد ذلك وقع شجار بين المرأة ورجلين، فاستغلت الأمر لتهرب من الغرفة ليجدها شخص طيب ويقوم بتسليمها للشرطة التي كانت تبحث عنها في كل مكان. وتتضارب الروايات حول حصول شادية على اسمها الفني، فالبعض يقول أن مكتشفها المخرج حلمي رفلة هو من أطلق عليها هذا الاسم، في حين يقول البعض الآخر أن الممثل يوسف وهبي هو من أطلق عليها هذا اللقب. بدأت دلوعة السينما المصرية مشوارها الفني من فيلم العقل في إجازة، ولفتت موهبتها الأنظار فورا لتتوالى بعدها أعمالها الفنية، ومن بينها فيلم ليلة العيد الذي عرض عام 1949 وفيلم ليلة الحنة عام 1951، وشكلت ثنائية مميزة مع كمال الشناوي في عدة أعمال أهمها حمامة السلام، عدل السماء، ساعة لقلبك، وظلموني الناس. لمع نجم شادية في فترة الخمسينيات والستينيات بعد مشاركتها بأفلام المرأة المجهولة، ميراتي مدير عام، كرامة زوجتي، زواء المداء، الطريق، اللص والكلاب، وغيرها من الأعمال التي جعلتها تتصدر شباك التذاكر لمدة ربع قرن. كانت لشادية تجربة وحيدة في المسرح من خلال بطولتها مسرحية ريا وسكينة. أما بالنسبة لحياتها الشخصية فلقد تزوجت للمرة الأولى عام 1953 من الممثل عماد حمدي، وبعد طلاقها منه وقعت في غرام فريد الأطرش، واتفق الثنائي على الزواج واشترت فستان الزفاف، لكن فريد الأطرش سافر فجأة وطلب تأجيل حفل الزفاف، وهذا ما أغضبها كثيرا ودفعها للزواج من المهندس عزيز فتحي. وقد استمر هذا الزواج لمدة 5 أشهر فقط، وبعد ذلك تزوجت من الممثل صلاح ذو الفقار عام 1965، وعاشا معا حياة سعيدة لم يعكر صفوها سوى عدم الإنجاب، وهذا ما دفعهما للطلاق عام 1973. وبعد طلاقها الثالث قررت شادية عدم الزواج مجددا. اعتزلت دلوعة السينما المصرية التمثيل في سن 50، وقالت إن سبب اعتزالها هو المواقف التي مرت بها، وأشارت إلى أن الله هداها إلى جادة الصواب لتكمل حياتها وهي ترعى الأيتام وتنفق أموالها لصالح الجمعيات الخيرية. رحلت شادية عن عالمنا في 28 نوفمبر من عام 2017 عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.